باش الواحد يغير أساليب سلبية أو فيها الآخر، باسكو كاين فيه واحد مقولة نعرفها باللغة الفرنسية يقول لك لي فورس دو مال لي فورس دو بيان، يعني قوات يعني حوايج ملاح وحوايج السلبية يتناحروا يوميا. باش نوصل للناحية السلبيات لازم نخلق ظروف ونخلق فضاء وين يكون فيه النقاش اللي يقدر يتغلب على السلبيات، ومن خلال الحوار من خلال المناقشات ما بين المناضلين نقدر نوصل إلى تغيير الذهنيات، لأن الشيء اللي خلى الذهنيات تتقوى يعني السلبيات يتقواو في المنظمة هو عدم وجود النقاش، ويقول لك أن الطبيعة ما تحبش الفراغ، ما دام تخلي الفضاء فارغ، فضاء ما فيش، لأن هذا فضاء اجتماعي، سكون أبل ليسباس سوسيال، والليسباس سوسيال يحتاج حاجة واحدة، وهو أن التنافس الفكري لازم يكون موجود، ما كانش فيه تنافس الفكري ما بقاش فضاء اجتماعي. احنا تخلينا على التنافس الفكري، ولهذا خلينا السلبيات تترعرع في هذا الفضاء هذه، وانحرفت بعض من القياديين بعض من المسؤولين انحرفت لأسباب عديدة. هذا محاربته إلا بنفس يعني الأساليب، صعب دير ما تخدمش تخلق سلبيات، تخدم تغلط ولكن تخلق إيجابيات، صعب دير لازم نعيد العمل والنشاط النقابي للميدان. ما فيش يعني إرادة يعني تحب تطفي النشاط الاجتماعي، لأنه النشاط الاجتماعي وتنظيم المجتمع هو اللي يخلي الدفاع عن السيادة الوطنية. عدم تنظيم وعدم تعبئة المواطنين أو الشعب الجزائري ما نقدرش ندافع، وبالتالي تشجيع جمعيات بالطبع الاجتماعي النقابي السياسي به اللي نقدر نخلق تعبئة المواطنين من خلال تنظيمهم، والشعب من خلال يعني كقوة للدفاع عن السيادة الوطنية.